على ذكر بقى البرلمان وما يحدث داخل البرلمان، النهارده وافق مجلس النواب في جلسته العامه على مجموع مواد مشروع شروط شغل الوظائف بالجهاز الاداري للدوله. وافق ايضا على تطبيق قانون شروط او القانون الذي يعطي فرصه للعلاج امام الموظف المدمن للاستشفاء، وذلك بالتنسيق مع الجهات الاخرى والاجهزه لتوفيق اوضاع المواطنين على ان يتم التنسيق شريطه بدء العلاج. لكن في حته كده رفض المجلس الموافقه عليها، قال لك ان بيتعاطى مخدرات يتم فصله مباشره من البتاع دوت من الوظيفه بتاعته، لكن بعد ما يعطى مهله 6 شهور. لكن في جزء او في ماده من مواد هذا القانون كانت بتقول كمان ان متعاطي الكحوليات، يعني الراجل اللي بيشرب خمره وبيصل حد السكر لا يستطيع ان يميز ما بين الحق والباطل، مش عارف يمين من شمال، مش عارف ابيض من اسود. النهارده النواب رفضوا اعفاء او اقاله الموظف المتعاطي للكحوليات. ده بيفتح قدامنا تساؤل، طب انت دلوقتي عايز مصلحه الجهاز الاداري للدوله، عايز مصلحه البلد، عايز مصلحه المواطن، عايز تقدم خدمه مناسبه للمواطن في الوقت المناسب وبالطريقه المناسبه، انت ليه رفضت اقاله الموظف المدمن على الكحول في حين انك قبلت باقاله الموظف المدمن على المخدرات، في حين ان المخدرات دي او الكحول احيانا بتبقى تاثيرها على الفرد أسوأ بكتير جدا من تأثير المخدرات على الفرد. لا خد كمان الأسوأ من كده، ده نفس المجلس بيناقش دلوقتي أو بيحاول كده يفرض أو يضع قانون لإقالة أي موظف يثبت تضامنه مع جماعة الإخوان المسلمين. والنهارده طبعا تهمة الإخوان المسلمين دي بقت تهمة لطيفة ظريفة كده متعلقة ورا الباب على الشماعة، أي حد مش عاجبنا أو أي حد كلامه مش مريحنا أو أي حد ليه آراء ما احناش حابينها أو أي حد بيطالب أو بيرفض أو بيعترض أو بيتكلم بصوت عالي على طول نقول عليه إخوان، وإذا قلنا عليه إخوان يبقى يقعد يلبس البيجامة ويقعد في بيتهم. ده اللي بيعمله النهارده مجلس النواب، بيحاول يفصل او يزيح بقانون اشبه بقوانين الفصل العنصري او يعني القوانين اللي كانت بتحصل في العهود السوداء في اوروبا، يفصل اي حد ليه توجه فكري بقى، سواء كان النهارده المعارضين كلهم اشتراكي ليبرالي 6 ابريل اقباط معارض مش عارف سلفي معارض، اي حد ليه توجه فكري النهارده بيتم توصيفه انه اخوان، يبقى بره ويقعد في بيتهم. نفس البرلمان بيرفض ان هو يقعد السكير او المدمن على الخمره او المدمن على شرب الكحوليات.